مكبوت 14 سينطلق إلى كوكب الأمامير. مكبوت 14. ايوه يا دوله، خلاص كله تمام. حلو، حطيتوا الصابون يا سيدي والستات مشيوا والهال مشيوا وجبت السكينه وفردت الصابون، خلصت كل حاجه. حلو، ننزل بقى على ايه؟ الوزن تقيل قوي فالصاروخه ما ينزل على البالونه على الصابون، البالونه تفرقع. ايه تفرقع يعني ايه؟ لازم الصاروخ يخف شويه. انا سامحت ومش عايزه اكرهه تاني. لا لا ان شاء الله مش هتكرهي. طب بص يا دول حبيبي، قلت لك المره فاتت اوزن لنا الحاجات في الصاروخ، قول مثلا في كده في كده، نشوف نرمي ايه. يعني مثلا ما اقدرش ارمي الجهاز اللي جنبي ده، ده هو اللي بيسيطر على الصاروخ، ما اقدرش ارمي اللابتوب لانه هو اللي يعني كل حاجه. قولي ارمي النضاره بتاعتي ممكن. هنشوف ازاي. اعمل الاوزان بسرعه وقولي ايه الحاجه اللي ممكن نستغنى عنها نرميها. ماشي حبيبي. يا رب ممتاز دولا، ده ممتاز. قال لك احنا تقال قوي فلازم ايه؟ خلاص اشوف هتعمل الاوزان ايه. يلا احكي لك بقى بعد كده. الرب يسوع كان ماشي مع التلاميذ بتوعه وهم قاعدين كده، جم ناس قعدوا يسالوه، ناس كبار قعدوا يسالوه. فالناس عماله تسال الرب يسوع، كبار قاعدين يسالوه. في الوقت ده جم شويه ستات معاهم عيالهم. كل واحده جايبه ايه؟ اللي معاها عيل ومعاها اتنين. فالتلاميذ قالوا ايه في ايه؟ قالوا هم عاوزين الرب يسوع يصلي لولادنا الصغيرين ويباركهم. فراح التلميذ قال ايه ده الكلام ده؟ القعدة دي بتاعت الكبار، ايه العيال دول؟ امشوا امشوا امشوا، مشوهم مشوهم. اذا انا هزعم التلاميذ كده. الرب يسوع سمع الدوشة دي فبيقول لهم في ايه في ايه؟ قالوا الستات جايبين العيال الصغيرة دي دلوقتي. احنا مشيناهم مشيناهم خلاص، مفيش أي مشكلة، احنا كله حاجة خلاص ما تدخلش هم. قالوا ايه اللي مشيتوهم دول؟ هم فاكرين مين المهمين؟ الكبار مهمين والصغيرين دول مشوهم. فربنا قال لهم لا انتوا مش فاهمين، دعوا الاولاد ياتون الي ولا تمنعوهم، خلوهم يجوا لي. راح الرب يسوع جاب ايه؟ العيال حطهم واحد على رجليه هنا، واحد على رجليه هنا، واحد جنبه، واحد طويل واقف كده، وقعد حضنهم كده كلهم، وابتدى يطبطب عليهم يباركهم، وابتدى يحكي لهم حكايه، وساب الكبار خالص. واللي قاعدين بقى عمالين يسالوا دول، قال انا سيبنا من الكبار دول، قاعد يبارك الصغيرين. بجد يا تخيل لو انا واحده من دول. انت عارفه لحد دلوقتي في كنايس بيفتكروا ان المهمين هم مين؟ هم الكبار. ساعه لما كانوا بيعملوا اجتماع العام كانوا يحطونا في اوضه كده وبلاش تدخلوا الاجتماع. خلي العيال دي بره. خليهم بره لحد عشان مش عايزين دوشه. لكن ربنا لا، دول العيال دول احلى حاجه في الدنيا، هاتوا هاتوا العيال. واخدهم قعد ايه؟ يبارككم. عارفه انا كان نفسي جدا وانا صغير اكون كده، ماما تاخدني عند الرب يسوع ويقعد الرب يسوع يحطني على رجليه. بس عارفه انا كل مره بقعد اصلي بحس ربنا بيعمل كده، بياخدني في حضنه كده ويقعد يطبطب عليا، واقعد اقول له شفت يا رب اصحابي زعلوني، اصحابي ضايقوني، واقعد ايه اعتذر له واتكلم له واحكي له، واقعد اتكلم معاه كده، احس ان انا ابنه الصغير وهو بيقعد يدلع فيا. ايه رايك حاجه؟ انا مش حكيت لك الحكايه، عايزين نقراها من الكتاب المقدس. اقري من انجيل مرقس الاصحاح 10 وعدد 13. 10 13 وقدموا اليه اولادا لكي يلمسهم، واما التلاميذ فانتهروا الذين قدامهم. ايه ده؟ فانتهروا يعني شخطوا فيهم، امشوا امشوا. فلما راى يسوع ذلك اختاص، ده زعل قوي. وقال لهم دعوا الاولاد ياتون الي ولا تمنعوهم لان لمثل هؤلاء ملكوت الله. عارفه يعني ايه لا تمنعوهم؟ ما تقفش قدام كده. عارفه تمنعوهم بالظبط في الترجمه الاصليه؟ اكنك تحطوا حيطه بينك وبين بيني وبينهم، يعني اكنك انت قاعده كده وانا عملت حيطه بينك وبيني انا. لكن ربنا ما رضيش. قال لهم لا ما تمنعوهمش. الحق اقول لكم من لا يقبل ملكوت الله مثل ولد فلن يدخله. ف ايه ده يعني لو الناس الكبيره ما رجعتش يفكروا زي الاطفال الصغيرين مش هيخشوا ملكوت ربنا. فاحتضنهم ووضع يديه عليهم وباركهم. الله، دعوا الاولاد ياتون الي لعند لهم بركات لان لمثل هؤلاء ملكوت السماوات. رب المجد رب المجد ايه سين واو عين بيحب الاطفال. اشكرك لانك بتحبني يا رب. لو حابين تعرفوا اكتر عن قصتنا النهارده هتلاقوها في الكتاب المقدس في الشاهد
اللي قدامكم على الشاشه. اذا كان عندك اي سؤال او استفسار ابعت لنا على الايميل ده. مدحوت 14.